والمهمج والمستثمر والتلميذ نتاعنا والمعلم اللي راه محقور، لما نساوه طحنا في ازمات كبيره. هذو لما يروحوا، هذو رقم 8 تاع حزب التجديد، لما يروحوا البرلمان، احنا في بيتنا عندنا امل كبير انه احنا هذو من الان نقول لهم ماشي المترشحين، هذو نقول لهم سادة النواب والنائبات. سادة النواب والنائبات، لأنهم سيحملون، متأكدون على أنهم عارفين المسؤولية نتاعهم، رايحين باه يغيروا، يعليوا صوتهم، يقترحوا مشاريع، قوانين تاع الصحة، في الصحة، في التعليم، في التنمية، في التنمية يعني في التنمية الريفية، خلق مناصب شغل، استثمارات، على أنه يحاربوا البيروقراطية والرشوة والظلم، يوصلوا حقوق الناس إلى كل الناس. اليوم إحنا هذا المجلس الشعبي الوطني اللي كان غايب أكثر من 20 سنة، ما أداش المهمة نتاعو، ما خلش ما ولا مشروع قانون اللي يرفع الظلم على هؤلاء سكاننا، شعبنا في كل المناطق. الناس هذو مخليين الحكومة تصول وجود. قانون الأسرة همشنا ودمر الأسرة، نسبة طلاق، تأثر مدرسي، شباب أصبح غارق في المخدرات، شباب أصبح نتاع عنف، نتاع سرقة، ما يحترم لا الشرطي لا المعلم، ما يطيع والديه، مدرسة همشوها وحطموها، حطموا لنا الأسرة، حطموا لنا التكافل الاجتماعي، حبوا يحطموا المجتمع ويحطموا عزة هذه الدولة وقوتها. هذو النواب لازم يعودوا الاحتبار إلى المدرسة، إصلاح المنظومة التربوية، قانون الأسرة يكون مستمد من الشريعة. اليوم العدالة الاجتماعية لازم تفرض نفسها، وكل الحق يوصل إلى المواطنين، وتقسيم الثروة بعدالة. واليوم بيان أول نوفمبر لازم يعاود يرجع ونطبقوه في الميدان، جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية. الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي يحتاجوا هذه الطبقات الهشة ما نقدموا لهمش قفة رمضان، ما نهينوهمش، لازم يديو رواتب أجرية. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.